بحيرة الشعيد، مياه وسط الصحراء، تفترش الأرض وتظلها السماء بين كثبان رملية تلفها خيوط الشمس طوال ساعات النهار. إننا في سلطنة عمان باهتمامنا الشخصي بتوجيهاتنا الدائمة لحكومتنا وبالتنسيق القائم مع الدول المحيطة بنا نبذل جهودا صادقة للحفاظ على بيئتنا ومياهنا الإقليمية بعيدا عن التلوث والضوضاء. في صحراء الربع الخالي موطن الجمال، أخذت بحيرة الشعيد موقعها بالتحديد في ولاية المزيونة بمحافظة ظفار، حيث المياه متجمعة في واد نهري خصيب. تشكلت هذه البحيرة إبان تعرض محافظة ظفار لأنواء استثنائية في مايو 2018، وفي أكتوبر من العام ذاته، فكميات الأمطار الكبيرة التي تعاقبت على المنطقة الصحراوية عززت المخزون الجوفي، ما جعلها صامدة أمام درجات الحرارة العالية وعمليات التبخر المستمرة. أدى سقوط الأمطار خلال أعصار مكون وتلاع أعصار لبان، وهو أحد الأعاصير الاستوائية القوية، إلى سقوط كميات أمطار متضاعفة. فخلال 24 ساعة سقطت كمية من الأمطار تعادل كمية سقوط أكبر منطقة في العالم. فتراوحت كمية الأمطار خلال يوم أو خلال 24 ساعة بين 200 إلى 600 مل. وهذه كمية الأمطار أدت إلى تغطية كميات كبيرة جدا من الربع الخالي في مناطق المحصورة بين الكثبان الرملية، وشكلت العديد والمئات من البحيرات. معظم المياه الموجودة في الربع الخالي بتتجه في مجرى وديان قديمة، وأحد أهم الوديان القديمة هو الوادي وادي شعيد في منطقة المزيونة، أدت إلى تكتيف المياه وتسربها في الوادي وتغطية كمية كبيرة جدا من مجرى الوادي بما يتراوح بين 3 إلى 5 كيلومتر غطتها المياه، وشكلت بحيرة جميلة جدا في المنطقة. تمتد بحيرة الشعيد بزرقة مياهها العذبة على مساحة تقدر بستة كيلومترات، حيث تتداخل المياه مع بحر من الرمال مشكلة لوحات جمال نادرة، فقلما تجد مياها بهذه الكميات في صحراء تصل حرارتها في الصيف إلى 50 درجة مئوية. وجولة الكاميرا في عمق البحيرة تكشف عن حياة لعوالق نباتية وجدت في الأعماق مسكنها. الرطوبة والانخفاض النسبي لدرجات الحرارة في الشتاء، وكذلك وفرة المياه الجوفية بالقرب من أماكن تكون هذه البحيرات، هي من العوامل الرئيسية لبقاء المياه في هذه البحيرات الصحراوية لفترات أطول، حتى عندما ترتفع درجات الحرارة صيفا وتزداد عملية التبخر. وهذا ما تتميز به صحراء الربع الخالي، وهو توفر المخزون الجوفي للمياه العذبة. الوصول إلى بحيرة الشعيد من ولاية صلالة مركز محافظة ظفار يتطلب المرور بولاية ثمريت حتى الوصول إلى مركز ولاية المزيونة، وإكمال المسير باتجاه الشمال الغربي بمسافة 90 كيلومتراً حتى مركز نيابة ميتن، ومنها الاتجاه إلى الشمال الغربي بمسافة 60 كيلومتراً
لتلوح البحيرة بروعة امتدادها الواسع وجمالها الرائع. بحيرة شعيت اللي تشكلت في الفترة الأخيرة ضمن رمال شعيت، اللي هي تعتبر أحد أجزاء الصحراء الربع الخالي المشهورة بكونها أكبر الصحاري في منطقة الجزيرة العربية. بحيرة الشعيت، صمود المياه على السطح أمام أجواء حرارية عالية جداً، عرفت بها صحراء الربع الخالي فيما تكونت هذه البحيرة الفريدة، وأنبت الله على جنباتها نباتات زهرية أضفت على المكان جمالاً وجلالاً. ليست البحيرة وحدها ما يميز المسيونة، بل إن احتوائها على رملة جديلة بارتفاع حوالي 455 متراً عن سطح البحر جعل منها مقصداً سياحياً فاتناً وجاذباً لما تتسم به من تكوينات رائعة ونادرة، تتدرج ألوان رمالها الذهبية على امتداد البصر. الولاية حقيقة جميلة باسمها وبطبيعتها الخلابة، طبيعة حقيقة من المناطق الجميلة السياحية في هذه الولاية، صخرة شروط، مناطق الرمال الشمالية في نيابة ميتن، هناك رملة جديلة التي أيضا تعتبر حسب الدراسات إنه من الكثبان المشهورة على مستوى كثير من مناطق العالم، وكذلك هناك بحيرات مائية كبيرة جدا من آثار الأنواء المناخية الأخيرة يعني، وهذه حقيقة ما زالت مناطق مخضرة جميلة جدا بأزهارها وبطبيعتها وبمراعيها. أيضا هناك مناطق جميلة رعوية، يأتي كثير من السياح حقيقة لمشاهدة هذه المناظر الجميلة، وهذه منطقة من المناطق الهامة التي نرى أنه دائما يأتي إليها العديد والكثير من السياح من الأوروبيين ومن الخليج ومن مختلف مناطق السلطنة، فمناطق نعتبرها نراها من المناطق الجذب السياحي الهامة. ثروة أثرية بين جنبات هذه المنطقة، ساعدت الأمطار الأخيرة متتبعي الآثار العثور عليها، ففي نيابة ميتن عثر على مكتشفات أثرية يرجح الباحثون أنها تعود لفترات زمنية قديمة ترتبط بالعصور الحجرية. نيابة ميتن بولاية المزيونة وما يحيط بها من كثبان رملية هائلة وصبخات رملية وملحية شاسعة تعد شاهدة على قصة جيولوجية وأثرية فريدة جدا في شبه الجزيرة العربية. هذه المنطقة الصحراوية اليوم لم تكن كذلك عبر آلاف السنين، وربما الأنواع المناخية التي تعرضت لها محافظة ظفار في عام 2018 أعادت إلى الأذهان ما كانت عليه هذه المنطقة منذ آلاف السنين. فالأدلة الجيولوجية التي عثرنا عليها خلال المسوحات الجيولوجية والأثرية بمساندة ودعم من وزارة التراث والثقافة، ويعني وقوف ومساندة من أهالي نيابة ميدن، تشير إلى وجود بحيرات قديمة وينابيع اختفت اليوم، كانت ذات مياه غزيرة ونشأت حولها مجتمعات لم تعد موجودة اليوم. كذلك الأدوات الحجرية الهائلة جدا الموجودة في اليوم، على سبيل المثال السهام الحجرية التي صنعت من صخر الصوان الصلب باحترافية وإبداع غاية ومتناهية في الدقة، والمدقات الصخرية التي صنعت من الصخور الجيرية البيضاء في المنطقة، والمرابط الحيوانات التي صنعت
صنعت من ذات المواد الصخرية الخام، كذلك الحلي التي صنعتها تلك المجتمعات القديمة من بيض النعام، وهو طائر وجد في شبه الجزيرة العربية بكميات هائلة خصوصا في تلك المنطقة في الفترات المطيرة خصوصا، والحلية الذي صنع أيضا من الأصداف البحرية ومن الصخور في تلك المنطقة، هذا بالإضافة إلى أحافير الحيوانات التي عثرنا عليها في تلك المنطقة من أحافير الأغنام وأحافير الأبقار وأحافير الأرانب البرية، تشير إلى نشوء هذه المجتمعات واستقرارها في هذه المنطقة، وبالإضافة إلى ذلك إلى استئناسها الحيوانات. تفاصيل تسخر بها قرى ولاية المزيونة، هدوء وسكينة يخيمان على الأمكنة بعيداً عن صخب الحياة وجدولها المعتاد. هذه الملامح الزاهية تجذب العديد من محبي الصحراء، لا سيما في موسم الشتاء حين يخيم البرد وتصفو السماء، فتصبح الفرصة أكبر للاستمتاع بمشهد التقاء النجوم والرمال بالمياه. Yeah.